أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا الله، حمدا لك يا صاحب الحمد، وشكرا لك يا صاحب الشكر على ما أوليتنا من نعم، على ما أوليتنا من نعم وأسبغت علينا جزيل عطائك ورضاك. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونتوب إليك توبة العارفين، ونسألك يا ربنا هداية ورحمة ورشادا يا رب العالمين. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك من وزارة الأوقاف، ديوان عام الوزارة المصرية، حيث هذه الندوة الكبرى التي تقام تحت رعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بين وزارة الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي. يحاضرنا في هذه الندوة الطيبة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. كما يحاضرنا أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور شوكة المصري، أستاذ مساعد النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون. ولا يطيب لنا الحديث في هذه اللحظات الطيبات المباركات إلا بالصلاة على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول أن سيدنا موسى عليه السلام من الله عطش ذات يوم فنظر إلى السماء متضرعا قائلا: يا رب يا رب، فما بال عطش يوم القيامة؟ فقال المولى تبارك وتعالى: يا موسى، أتحب أن أصرف عنك عطش يوم القيامة؟ قال: نعم يا رب. قال: إذن يا موسى فأكثر من الصلاة على محمد. فاللهم صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. الآن نسعد مع الفيض، مع النور، مع الذكر إلى أحلى الكلام مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، تحت مخاطر قتل النفس. الندوة تقام وتحت رعاية معالي وزير الأوقاف بعنوان مخاطر قتل النفس وإلقائها في التهلكة. يتفضل أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله النجار. شكرا، بارك الله فيك، وشكر الله لمعالي وزير الأوقاف هذه الجهود العلمية وهذه الندوات الطيبة التي تثري الحياة العلمية والحياة الدعوية، وشكرا خاصا على اختيار هذه الموضوعات المهمة التي تمثل أهمية خاصة في التشريع الإسلامي، وأهمية خاصة في الحياة العملية، وأهمية خاصة في تكوين ثقافة الناس التي توجه سلوكهم وتصرفاتهم نحو حماية هذه الحقوق الجوهرية، وهي حق الحياة الذي وهي وعلى رأسها حق الحياة، لأن حق الحياة هو الأساس في يعني استحقاق بقية الحقوق الأخرى. يعني إذا كانت الحقوق التي نزلت بها الأديان ونزلت بها شريعة الإسلام وحفظتها القوانين الوضعية في كل أنحاء الدنيا عن الشرائع السماوية، إذا كان على رأس هذه المصالح حفظ الحياة، فإن الحياة تمثل أهمية خاصة، لأن الحياة هي الأصل في الذي تعود إليه كل المصالح الأخرى. فالإنسان بيحمى عقله، لأن حماية العقل هي التي تدعو إلى استمرار الحياة، ويحمى عرضه، لأن العرض هو سبب في استمرار الحياة الكريمة، ويحمى ماله، لأن المال هو أساس بقاء النفس، وهو أساس استقرار المصالح، وهو أساس الحركة والسعي والعمل والمعاش في الدنيا. وبالتالي كل المصالح التي نزلت بها الأديان السماوية وعملت بها حتى القوانين الوضعية كلها بتدور حول حياة الإنسان. حياة الإنسان لها خاصية أخرى، وهي أن البدن الإنساني أو الكيان الإنساني في تكوينه وفي أعضائه وفي خلاياه وفي الروح التي تسري فيه وتدب فيه، كل هذه الأجزاء
التي يتكون منها بدن الإنسان مهما صغرت حتى ولو بلغت حجم الخلية التي يتكون منها البدن وبل يعني أجزاء هذه الخلية، كل هذه الأجزاء من بدن الإنسان بتعتبر كوائن مخلوقة لله تبارك وتعالى وهي تسبح بحمده. ولذلك يقول الله عز من قائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالإنسان إذا أبى أن يؤمن بالله اختيارا واختار دينا آخر، الله تبارك وتعالى يحمي حياته ويضفي على حياته نوعا من القدسية التي يحضر معها المساس الضار بهذه الحياة، بحيث أن تحفظ الحياة أيا كانت. لأن الإنسان الذي يؤمن بالله وإن كان بإيمانه قد اختار الإيمان بالله عز وجل والطريق الصحيح وأوفى ربه يعني جزءا من حقه أو مما يستحقه الله على عبده، إلا أنه في نفس الوقت بيعتبر البدن الذي يعني يتكون منه الإنسان والذي آمن بالله عز وجل، أجزاء البدن في ذاتها بتعتبر مسبحة. اليد تسبح والرجل تسبح والقلب يسبح والرأس تسبح، وكل جزء من أجزاء الإنسان مسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، لأنه مخلوق لله عز وجل وبينه وبين ربه صلة وعلاقة خاصة يخاطب بها من الله ويخاطب بها الله عز وجل. ولذلك ستشهد علينا أعضاؤنا يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وسيحاور الإنسان يوم القيامة أعضاء بدنه وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. فهذه الأعضاء بتحاور الإنسان كأنها كيان مستقل عنه، وأنها ستكون شاهدة له أو عليه، وبالتالي أوجب الله حماية هذه الأعضاء وعدم المساس بالكيان البدني بغض النظر عن عقيدة صاحب هذا البدن. لأن الإنسان إذا لم يكن قد اختار الإيمان بالله عز وجل وصار في طريق آخر، إلا أنه يبقى عبدا لله إجبارا بحكم أن هذه الأعضاء التي يتكون منها مسبحة بحمد الله عز وجل. فقهاء الشريعة الإسلامية حين رتبوا المصالح التي جاءت بها أديان السماء وأكدتها الشريعة الإسلامية التي ختم الله بها شرائع السماء، رتبت المصالح ترتيبا جاء في كتب الفقهاء ومؤلفاتهم، كان فيما مضى يرتب كالتالي: تبدأ المصالح العليا بالدين، ثم يليها النفس، ثم يليها العقل، ثم يليه العرض، ثم يأتي المال بعد ذلك. وكان ترتيب المصالح في كتابات الفقهاء ليس مبنيا على نص ديني يلزم بهذا الترتيب، ولكن الفقهاء نظروا في قيمة المصلحة في ذاتها ومدى تأثيرها في حياة الإنسان، وجدوا أن الدين هو الأساس، لأن الإنسان بدون الدين لا يستطيع أن يتصرف التصرف الصحيح في الحياة ولا يستطيع أن يحقق المقصود من وجوده. ولذلك بيأتي الدين ليكون حكما صادقا ومحايدا بين الناس فيما بينهم، لأن الله عز وجل حين يحكم بين الناس في أمر من الأمور بيبقى هذا الحكم قمة في التجرد وقمة في العدل وقمة في الموضوعية، لأن القاضي العادل الذي حكم بهذا الحكم لا يريد ممن حكم عليهم أو من الأطراف الذين حكم عليهم لا يريد منهم مصلحة، وبالتالي حكمه لا يحتاج إلى أن يحابي طرف على حساب آخر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الأمر الثاني أن الدين أن الإنسان إذا تصرف تصرفه بيبقى مبني على رؤية هو شايفها، ورؤية الإنسان عادة ما تقف دون التطلع إلى الغيب، لأن الإنسان لا يعلم الغيب. يعني نحن
نتصرف في أمور حياتنا من بيع وشراء وزواج وحركة وسفر وكلام وعقود وبيع وشراء، بنتصرف وفقا للحظة الحاضرة لأننا نرى الشيء ونتعاقد عليه. طيب، مآل هذا الشيء في المستقبل غير معلوم بالنسبة لنا، ولذلك الإنسان حين يتصرف تصرف من التصرفات بيبقى آثار هذا التصرف بتاتي في المستقبل. طب الإنسان لا يعلم المستقبل، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحدث في الغد، ولا يستطيع أن يعلم ما إذا كان التصرف اللي هو بيرمه عن حتى ولو كانت إرادته فيه صحيحة، لا يستطيع أن يعلم ما إذا كان هذا التصرف خير أو شر. من الذي يعلم ذلك؟ الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل. ولذلك ربنا لما بيقول لي هذا حلال وهذا حرام، بيبقى هذا الحكم مبني عن بصيرة وعن علم بالواقع الذي يشرع فيه، لأن الله يعلم المستقبل ويعلم الغيب، وبالتالي لما بيقول لي ما تعملش كذا أو اعمل كذا، معنى ذلك أن التزام هذا الأمر مبني على علم صحيح من علام الغيوب سبحانه وتعالى، وأن علمه قد سبق علمي وعلم ما لا أعلمه، فأنا لو اتبعته يبقى أنا كأني أرى بعين ليست فيا، وإنما أرى بعين الله وأرى بنور الله وأرى بحكم الله عز وجل. ولذلك الدين في حياة الناس مهم جدا جدا، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة أرشد الناس إلى أن يستعينوا على اختراق حجب المستقبل في التصرفات التي لا يعلمون مآلها بالاستخارة، لأني في المستقبل لا أعلم، أنا قد أبرم التصرف الآن بإرادتي، ولكن مآل هذا التصرف في المستقبل أنا لا أعلمه. طب إذا كنت أنا لا أعلم ماذا أتصرف، يبقى أفوض أمري فيه لله عز وجل. ولذلك الاستخارة معناها أنني أناجي ربي سبحانه وتعالى بأني لا أعلم المستقبل يا رب وأنا أتصرف، وأنت الذي تعلم الغيوب وتعلم ما في هذا المستقبل من خير أو شر لي، فإن كان إلا أنا بعمله الآن حيثمر خيرا في مستقبلي فاكتبه لي وقدره لي ووفقني للوصول إليه، وإن كان شر والله يعلم ذلك، لأن الله يعلم مآلات الأشياء ويعلم الغيب ويعلم المستقبل، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. فلسفة الاستخارة بتأتي لتغطية هذا الأمر اللي هو يعني تأمين الإنسان من تغيرات المستقبل إذا كان تصرفه الذي سيبرمه الآن سيضر به، وكم من التصرفات يحبها الآن الإنسان ويقبل عليها ويظن أنه سيحقق بها سعادته، ثم إذ به في المستقبل تكون هذه الأمور التي ظنها سعيدة ستكون سببا لتعاسته وحزنه وضرره. والله عز وجل نبهنا إلى ذلك في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان عادة لا يبرم تصرفاته إلا في الأمور التي يتوسم فيها الخير أو التي يرجو منها الخير. قد يحب الإنسان شيئا ويستميت في التعاقد عليه وحيازته وأن يكون من نصيبه، وهذا الشيء يحمل في طياته سما زعافا قد ينغص عليه حياته وقد يدمر مستقبله وقد يجر عليه الحزن والوبال وهو لا يدري، وهو يظن أنه سيحصل السعادة من تصرفه الآن. فالدين مهم جدا، ولذلك رتبه الفقهاء في المرتبة الأولى وجعله في قمة هذه المصالح، وهذا حق. وكما قلت المسألة نظرية في الفقهاء، ليست مسألة تعبدية وإنما هي مسألة نظرية. بيأتي بعد ذلك النفس، لأن النفس هي مآل، هي أساس خلق الكون، لأن ربنا قبل أن يخلق الإنسان خلق الأرض والسماوات وخلق الليل والنهار ليهيئ هذا الكون لوجود الإنسان آدم حتى يعمل وحتى يسعى وحتى يكون خليفة لله في أرضه بالتعمير والبناء والعبادة والحركة والسعي والعمل، ويعني فبيبقى الإنسان هو الأساس. فإذا كانت الأرض والإنسان هما محل الدين، لأن الدين اللي سبق الكلام عنه
وأنه هو أساس الخير في الدنيا والآخرة، هو اللي بيحكم النشاط الإنساني على الأرض التي يعيش عليها الإنسان، فهو ينظم علاقة الإنسان بالأرض التي خلقها الله. ولذلك ربنا خلق السماوات والأرض، ثم بعد أن خلق السماوات والأرض أنزل آدم وعاش وأنجب وتناسل وتكاثر وعمر هذا الكون، فيبقى كأن وجود الإنسان بيعتبر من المصالح الضرورية اللي هي النفس، بيعتبر أن النفس هي مآل هذه المصالح الكونية وهو أساس والدينية، وهو والنفس هي مناط التكليف، مناط الخطاب الديني، مناط نزول القرآن. ربنا أنزل القرآن وأنزل الأحكام علشان النفس الإنسان الذي خلقه الله عز وجل هو المستهدف بما أنزله الله من الدين. فكان النفس أو النسل أو النفس أو الإنسان هو المصلحة العليا أو المرتبة الثانية في المصالح بقى في نظر الفقهاء. بيأتي بعد ذلك العقل، لأن حقيقة الإنسان بدون العقل لا يكون إنسان. الإنسان بيعيش مع الناس وبيحقق المصالح وبيبقى أهل للخطاب الديني بالعقل، فالعاقل غير العاقل لا يخاطبه الله عز وجل، لأن الله إذا أخذ ما وهب رفع ما أوجب. وبالتالي الإنسان اللي هو بدون عقل أو اللي بيضيع عقله بالمخدرات وبالمسكرات وغير ذلك هو إنسان أولا بيضيع العلاقة، بيضيع أهلية التكليف اللي ربنا شرفه بها، لأن الله لا يخاطب إلا العاقلين إلا ذوي العقول الصحيحة السليمة، وفي نفس الوقت بيعمل خصام بينه وبين الله عز وجل، لأنه بيرفع علاقته من الله عز وجل، بدل ما يبقى مكلف بيبقى غير مكلف. ليه؟ ليس ذلك عن اضطرار، يعني ما بيبقاش مجنون بمرض يبتليه الله عز وجل به، لأن الله إذا أمرضه بيرفع عنه التكليف وبيبقى لا حساب عليه في أي تصرف يفعله. إنما اللي بيضيع عقله بيبقى غير مكلف لأنه ملوش عقل، وبالتالي هو اللي بيعمل الخصام بينه وبين الله عز وجل. ولذلك كان العقل من المصالح الضرورية والمهمة، لأنه أساس التكليف، أساس العلاقة مع الله عز وجل، وأساس فهم الدين. والأمر الثاني أنه أساس الحركة الناجحة في التعامل مع الناس، لأن التعامل مع الناس يحتاج إلى عقل لأفهم عنهم وأنسجم معهم في الحياة وأخذ وأعطي، وبدون العقل لا أستطيع ذلك. والأمر الأهم إن الإنسان بدون العقل بيبقى كالمواشي، كالبهائم، كالسائمة، بيبقى شيء من الأشياء. وبالتالي كان الحفاظ على العقل من الأمور المهمة لاستمرار التكليف بين العبد وبين ربه، وتكليف الإنسان من الله شرف لا يدنيه شرف. الأمر الثاني مصلحة الناس، إنه يبقى العلاقة بينه وبين الناس علاقة سلام، علاقة مصلحة، علاقة محبة، علاقة مودة. وإذا فقد عقله فإنه يتحول إلى إنسان مؤذي، لأنه غير قادر على التعامل مع الناس وغير منسجم في التعامل مع الناس. والأمر الثاني أنه ممكن بدون العقل يقتل الإنسان أو يسرق أو يحرق وهو يظن أنه يفعل شيئا نافعا، لأنه لا يعقل تصرفات الأمور. فكان العقل والحفاظ عليه من المصالح الأساسية. الأمر الرابع اللي هو النسل، المحافظة على النسل، دي من المصالح الأساسية. النسل ده بيبقى اللي هو إحساس الإنسان بأن ما يأتي من صلبه من الأولاد هم أولاده فعلا وليسوا دخلاء عليه. يعني الولد ينسب إلى أبيه نسبا صحيحا ومن علاقة شرعية جاءت من زواج صحيح ومن فراش زوجية طاهر وشريف. هذه هي هو النسل أو النسل. الولد يشعر إن الشخص ده أباه، وإن الأب يشعر إن الولد ده ابنه، وإنه لأن هذه العلاقة أساسها إيه؟ لماذا جعلها الله مصلحة؟ لماذا جعل الله نسبة الولد إلى أبيه مصلحة؟ لأن الأب لما يشعر أن هذا الولد ولده يتفانى في تربيته التربية الصحيحة وينفق عليه ويعلمه ويرعاه ليكون خير خلف لخير سلف، وأمواله حتقول إليه، وعلمه وتجاربه والعلم الديني والعلم الدنيوي حينتقل من السلف إلى الخلف. وبدون التربية الصحيحة
الولد لن يجد من يضعه في هذا الطريق، وسيكون عرضة للضلال وللضياع في هذه المسائل. ولذلك كانت المحافظة على النسل هي من أهم الأسس التي جعلها الدين مصلحة رئيسية ومصلحة أساسية، وتعتبر دي من ضمن المصالح. بيأتي في الآخر المال، لأن المال هو أساس حركة الكون. هذه المصالح لما نيجي نقول هل هي مرتبة ترتيب تعبدي، بمعنى أن لا يجوز التغيير فيها ولا تعديلها ولا تقديم واحدة على أخرى، كان الفقهاء يرتبونها على هذا النحو. الآن استبان لدى الاجتهاد المعاصر ولدى المستجدات المعاصرة ولدى الرؤية الفقهية الصحيحة لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأنا معه تماما في هذا الأمر وأتفق معه في هذا الأمر، أن هذا الترتيب ليس ترتيبا تعبديا، وأن المصلحة يمكن أن يتغير النظر إليها بالأولوية عن غيرها وفقا لتجدد المصالح ولتغير الظروف ولتغير الأحوال. مثلا النهاردة نحن نرى أن المال يمثل عصب الحياة في الدين وفي الدنيا، وبدون المال لا تستطيع أن تحمي الدين، إن حماية الدين تحتاج إلى إنفاق على العلوم وعلى حماية العقول وعلى حماية الصحة العامة وعلى الإنفاق لرد الشبهات عن الإسلام وبطرق النشر الحديثة، وهي تحتاج إلى يعني كم كبير من الأموال. وبالتالي لما نيجي نقول إن المال النهاردة أصبح ضرورة لحفظ الدين، أصبح ضرورة لحفظ النفس، أصبح ضرورة لحفظ العقل، أصبح ضرورة لحفظ المال، وبالتالي لما أجي أنا أقول الأول المال بيأتي في الأولوية يبقى أنا كلامي صحيح، لأن بدون المال الإنسان إذا احتاج إلى المال بيبيع ضميره وبيبيع دينه وبيبيع شرفه وبيبيع عرضه من أجل الحصول على المال. لأن الإنسان إذا جاع، سيدنا عمر بن الخطاب يقول إن الإنسان ليس أمينا على نفسه إذا أنت أجعته أو خوفته أو فزعته. فالإنسان اللي فاقد المال، اللي ما معهش فلوس، ما هو حيضحي بأسمى القيم الدينية، حيضحي بدينه فيحلف كذب، حيضحي بعرضه، وحيضحي بكل القيم الدينية والقيم الإنسانية من أجل الحصول على المال. ولذلك لما يبقى فيه وفرة من المال بتبقى اليد عالية، ويستطيع الإنسان أن يعبد ربه وهو مطمئن على ضرورات حياته ومطمئن على مستقبل وجوده، وبالتالي بيبقى المال أنا أرى إنه هو بيتقدم على الدين، لأن هو الذي يحفظ الدين وهو الذي يحفظ النفس وهو الذي يحفظ العرض وهو الذي يحفظ المال. بدون المال لا يستطيع الإنسان أن يحفظ ماله. كذلك أيضا لما نيجي نقول مثلا إن هل المال ويأتي بعده الدين ولا تأتي بعده النفس، أنه يمكن أن يقال إن المحافظة على النفس تأتي بعد المحافظة على المال، أو قد تتقدم المحافظة على النفس باعتبار أنها موئل المصالح على المال. يعني عايز أقول إن النظر إلى المصالح باعتبار الواقع المعاصر يجعلنا في سعة من أن نقدم مصلحة على أخرى. ولذلك لما بنقول إن النفس الإنسانية التي يجب أن تحمى من القتل ويجب أن تحمى من الهلاك، لما نقول إنها تتقدم على المال وتتقدم على الدين باعتبار إن لولا الإنسان ما نزل الدين، ولولا الدين ما استقام الإنسان، فإنت تستطيع كما قدمت الدين فيما مضى أو في الفقه التقليدي القديم، تستطيع الآن أن تقدم النفس وتقول إن هذه النفس مقدمة على المال، لأن لولا النفس ما كان للدين مخاطب بأحكامه ورجال يقومون به وينفذونه ويتعلمونه وينقلونه للأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنفس مهمة جدا جدا، ولذلك حرم الله المساس بالنفس من الغير، فلا يجوز لإنسان أن يقرب إنسانا بالأذى البدني الذي يتمثل في الجرح أو الضرب أو ما إلى ذلك من المؤذيات التي تمس البدن من ظاهره، ولا يجوز أن يمس الإنسان من باب أولى بالقتل الذي يعدم الحياة ويفوت على الله عز وجل حقه على بدن الإنسان، لأنه يميت الأجزاء البدنية التي تسبح ربها بالجبلة، ويبقى أفقد إنسانا حق الحياة وفي نفس الوقت ضيع على الله حقه في أن يعبد من الكائنات التي خلقها في بدن الإنسان، لأن كل شيء يسبح حمد الله عز وجل. ولذلك كانت جريمة القتل جريمة يعني تمس الإنسان في حقه في الحياة ومن أخذ الحقوق، وتمس حق الله عز وجل في
ملكية هذا البدن وفي مردود العبادة التي تقوم بها أجزاء البدن وخلاياه تسبيحا وتعبدا لله تبارك وتعالى، فهو بيؤذي الإنسان وبيضر أيضا بحق الله عز وجل الذي من حقه أن يعبد من هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل. حفظ النفس مهم جدا جدا، بيعتبر يعني جريمة من أشد الجرائم، لأن الآدمية بنيان الرب ملعون من هدمه، ولذلك يجب أن يحفظ هذا البدن وأن تحفظ الحياة. وإذا تجاسر أي إنسان على المساس بالحياة أو المساس ببدن الإنسان يجب أن يكون عقابه شديدا ورادعا، لأن المصلحة قوية جدا جدا في هذا الجانب، وعلى قدر المصلحة يكون الردع ويكون الجزاء، فيجب أن تكون العقوبات التي تحمي النفس من الأذى ومن المساس الضار بها، يعتبر ذلك أيضا من الأمور المشروعة. أنا أكتفي بهذا القدر، ولو أن هناك يعني مجال للتعليق بعد ذلك نبقى نعيد الكلام في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في الحقيقة يعني هذه الندوة التي تعقد في وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتعاون مع صحيفة عقيدتي، وهي تعقد مؤقتا أونلاين وتذاع على موقع الوزارة الإلكتروني وكذلك على موقع عقيدتي، وتنشر في صحيفة عقيدتي التي تصدر يوم الثلاثاء. وهذه الندوة وموضوعها مخاطر قتل النفس وإلقائها في التهلكة، ومعنا عالمان جليلان، هما الأستاذ الدكتور عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور شوكت المصري أستاذ مساعد النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون. والدكتور عبد الله تحدث منذ قليل عن موضوع الندوة، وهو حاول إعادة ترتيب حفظ الكليات الست التي درسناها في الأزهر وفي الفقه القديم، ولكني أستأذنه في أن أشغب عليه في هذا الأمر. الإسلام جاء للمخاطب حي، نفسه موجودة وأرضه موجودة، فهو مأمور بحفظ الدين. فحفظ الدين، إذا قدمت نفسي حفظا للدين فهذا جائز، فإذا الدين مقدم على النفس، لأن أنا النفس موجودة بالفعل، والإنسان غير المكلف غير مخاطب، إنما الإسلام يخاطب إنسان مكلف عاقل له نفس موجودة. فإذا حفظ النفس لا يقدم على حفظ الدين ولا يقدم على حفظ الوطن، لأن أنا ممكن أهب نفسي في سبيل حفظ الدين وأهب نفسي في سبيل حفظ الوطن، لأني بلا وطن لا دين ولا نفس ولا كرامة ولا حفظ على عرض ولا حفظ على مال ولا حفظ على أي شيء آخر. فالترتيب أنا أعتقد بعد إذن فضلتك، أنت أستاذنا طبعا ويعني نتعلم منك ونقبل أيديك ونجلس منك جلسة التلميذ، إنما أنا في الحقيقة فكرت في الأمر، يعني الدين مقدم في الفقه القديم، نعم، لأن هو أنت كإنسان موجود ولك نفس قائمة ومخاطب من قبل الله عز وجل أن تحفظ الدين وأن تحفظ النفس وأن تحفظ العرض وأن تحفظ المال وأن تحفظ الأرض. ويمكن الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة بجرأته المعهودة وبعلمه وبفقهه وبمحاولة تجديد خطاب الدين أضاف كلية سادسة إلى الكليات الخمس، وهي حفظ الأوطان، وقال وألف كتابا في هذا وأصل له، وقال إن حفظ الأوطان من الكليات الست التي يجب أن نحافظ عليها، أنه بلا وطن لا تستطيع أن تحفظ دينك ولا مالك ولا عرضك ولا نفسك ولا أي شيء آخر. فأدخل في الكليات الخمس كلية سادسة وهي حفظ الوطن. فيعني مش عارف الدكتور يوفقنا على هذا ولا معك في هذا، بس نعم. دايما لما بنقول التعدي، نعم، بنقول المحافظة على النفس، نعم، دايما من الأمور المجرمة من التعدي القاسي. طبعا ومن ان الانسان يقتل نفسه انتحارا. طبعا لو قتل نفسه في سبيل الله ما يبقاش داخل في موضوعنا، نعم، يبقى خارج الندوة. ربنا يبارك فيك. لان معروف ان انا بقول بحنين ايه، نعم، من التعدي الاثيم، نعم، على نفسه او من الغير عليه، نعم، انما اللي انت بتقوله ده مش تعدي، ده حق،
نعم. واجب عليه. نعم. واجب شرعي. فاحنا يعني ربنا يتمك دكتور. سيبقى الامور، لان انا شايف ان بدون يعني واحد مريض وليس معه مال. نعم. انا لا اتصور ان المال ضروري بالنسبه له، فلوس الاول. نعم. على كل إن هو وبعدين المال ما هو مصلحه، يعني هو الترتيب المصالح، وجود المصالح الجمعي الترتيب يعني يعاد النظر فيه، لان في النهايه على كل هو هي مساله برضه. موضع نظر، وان شاء الله يعني نفرد لها لقاء موضع النظر باذن الله. نعم. بسبب ان احنا حسب مقاصد الشريعه الاسلاميه برضه مراعاه المصلحه. نعم. واذا كانت المصلحه في ان انا ارتب شيء او اقدم شيء على شيء، ترتيب الأولويات ده من الأمور المتغيرة إلى ربنا سابها للمكلفين. نعم. ترتيب الأولويات فيما يتعلق بحفظ المصالح. جزاكم الله خير. والآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور شوكة المصري يحدثنا في موضوع الندوة، فليتفضل مشكورا. معاذ دكتور تفضل. شكرا. طبعا أنا مش فضيلة ولا حاجة مع حضراتكم، بس أصحاب الفضيلة دي. اولا يعني انا احب بدايه اتوجه بالشكر لوزاره الاوقاف المصريه طبعا، وعلى راسها استاذنا الجليل الدكتور محمد مختار جمعه، والذي يعني اشرف انه يعني نتشابه في التخصصات، واستاذنا طبعا في النقد الادبي ايضا، وله مؤلفات ومصنفات في هذا الباب يعني أحسبها وأؤكد أنها من أهم المؤلفات في مجال النقد الأدبي، خاصة كتابه الأخير الصادر عن هيئة الكتاب الخاص بالتراث النقدي وغيره. هذه بداية. كما أحب أن أشكر جريدة عقيدتي على هذه الندوة، وبرئاسة بإدارة التحرير لأستاذنا الفاضل الأستاذ إبراهيم ناصر الذي نشر بتقديم هذه الندوة، وأؤكد أيضا على دور الجريدة في تجديد الخطاب الديني ومناقشة القضايا المختلفة التي تقدمها، وأنها ما تزال مستمرة لعشرات السنين، وتقوم بتطوير دورها عن طريق الموقع الإلكتروني وغيره. هذا مهم جدا، وهو أمر يعني مرتبط جدا بموضوع هذه الندوة كما سأتحدث في هذا الجزء. وأيضا أشرف بوجود أستاذنا الجليل العالم الكبير أستاذ دكتور عبد الله النجار، وهو عالم من العلماء المبرزين في مجال الدراسات والفقهية، ومفكر كبير له آراؤه التي تقوم عليها الاختلافات والاتفاقات، وهو أمر يحتاجه المجتمع من أجل أن يتقدم إلى الأمام. بدون نقاش وبدون اختلاف لا يوجد تقدم. هذا هو الشكر الثالث. كنت أريد أن أثير مجموعة قضايا خاصة بالواقع المعاش. طبعاً أستاذنا الجليل الدكتور عبد الله النجار تحدث عن الكليات الخمسة التي أضاف لها الدكتور مختار جمعة الكليات الست، ومنها حفظ الوطن، وأضيف لكلامي كنت قد يعني شرفت بإلقاء ندوة في مسجد مولانا الإمام الحسين منذ عام، وقلت أن حفظ الوطن مذكور في القرآن الكريم ومقدم على الدين نفسه، أما لا أقصد على الإيمان وليس على الدين، في قوله عز وجل الذين تبوأوا الدار والإيمان، فقدم الدار على الإيمان ومقصود بها الأنصار. مبدئيا هناك مجموع ثلاث نقاط رئيسية في مجال حفظ النفس وعدم إهلاكها وموضوع الانتحار وغيره. القضية الأولى في وجهة نظري هي المسؤولية، غياب المسؤولية من الأساس منذ الطفولة والنشأة والشباب حتى الوفاة. نحن نجد أجيال كما كنت أتحدث منذ يومين قد تربت كما قال الشاعر محمد عفيف مطر على أن الثروة سوف تأتي في كيس البطاطس أو في اللبان او الاشياء، هذه الاشياء التي تربت عليها الاطفال. هذا الجيل الذي ينشا على عدم الجد والاجتهاد وعدم تحمل المسؤوليه والظن ان الجائزه ستاتي برساله او المكسب سياتي بالملايين لمجرد الصدفه، لن يتحمل المسؤوليه حتى ولو كانت هذه المسؤوليه واولها مسؤوليه نفسه. هذا بدايه. وبالتالي حفظ النفس مرتبط ب
كون هناك مسؤولية عند الطفل، عند الشاب، عند الرجل بعد ذلك. ونحن نشهد الآن مثلا، وأستاذ الدكتور عبد الله النجار كنا نتناقش قبل الندوة، حالات الطلاق، مصر فيها حالة طلاق كل 4 دقائق، تقارير رسمية، كل 10 حالات زواج تمت في 2018 منهم 9 تم الطلاق بسبب ايه؟ غياب المسؤولية. من يغيب عنه المسؤولية تجاه زوجته او اولاده او ابوه او امه او غيره، طبيعي ان تغيب عنه المسؤولية تجاه نفسه، وهذا اول امر. الامر الثاني صراحة هو دور مواقع التواصل الاجتماعي والفنون والثقافات وغيرها في تأثير على الإنسان. أنا أستاذ في الجامعة وبشوف طلبة عندي كتير جدا، يعني بعض الأعداد بتبقى موضة، أنا يا جماعة هنتحر، اكتب بوست كده أنا هنتحر، أنا متضايق جدا، معناته أنا زهقت من الحياة، فيدخلوا يكتبوا له ويقولوا له معلش ويتصلوا بتليفوني، لو قافل تليفونه ده جزء نفسي، هو مش هينتحر، هو فقط يريد الإحساس بالاهتمام أو بالتغيير أو بكذا، بالإضافة إلى التقليد، لأنه يقلد، إما يقلد ما يراه على الفضائيات أو في الأفلام أو في غيره، أو ما يراه على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تجمع الناس من كل أقطار الأرض، وبالتالي هو يظن أن هذه شكل من أشكال الثقافة والتغيير والتنويع وغيره. لا أريد أن أظلم الفنون في هذا الأمر، وهو تخصصي الدقيق يعني، ومنها وغيره، الفن له أهداف جمالية بالأساس، وهو يتحمل المسؤولية بنسبة، ولكنها أنا أراها ضئيلة في مقابل المسجد والكنيسة والجامعة والأسرة وغيره، يتحمل مسؤولية التأثير، لكن هذه المسؤولية تظل محددة بنسبة لا تتجاوز 5% عن تشكيل وعي الشباب وغيرهم. والا مثلا استاذنا حضراتكم كلكم اكبر مني سنا ومقاما وعلما، حضراتكم مثلا نشاتوا في جيل كان فيه الافلام الابيض والاسود وغيرها، ووالدي ووالدتي نفس الوضع وغيرهم، لماذا وهم نشأوا، ويمكن الافلام كانت اكثر يعني تحررا من الان كمان اكثر من دلوقتي بالافلام القديمه، ومع ذلك لم نجد الاجيال القديمه قد تاثرت بالسينما في 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 بعض الاشياء السلبيه، لان الفن يقدم السلبي والايجابي وعليك ان تختار. طب ايه السبب ان انا دلوقتي بقول السينما افسدت الناس او الفن افسد الناس؟ هل الانتشار؟ لا طبعا لا، لان هناك اخرون تخلوا عن مسؤولياتهم، او ان خطابهم اصبح خطاب ضعيف وغير ذي منطق وغير ذي تاثير وغير ذي جدوى. الاسره، الاب مشغول، الأمة مشغولة، المدرس أصبح مهتما بأشياء أخرى ليس مهتما بأنه يصبح نموذج لهذا الطالب، المسجد، الكنيسة، كل المسؤولين عن تكوين المجتمعات بقوا بيتخلوا عن أدوار، وبالتالي هنلصق بالفن مسؤولية إفساد. ده شاف الولد بينتحر في الفيلم فانتحر زيه، بيقطع شرايينه فعمل زيه. طب ما هو شاف الراجل اللي بيعمل خير أو بينقذ واحد مريض أو بيعمل كذا ما عملش زيه ليه؟ ده السؤال. طيب ثلاثة أخيرا وآخر نقطة، وأنا عايز يعني افتتح فيها الحوار مع استاذنا الدكتور عبد الله النجار، وهو ضروره التفريق بين المرض النفسي وبين الانتحار في المطلق كده، لان احنا برضو كناس بتوع علم المفروض نعرف ان في حاجه اسمها مريض نفسي وانتحر. المجتمع للاسف لما يبقى واحد عنده ما يسموه بالفصام المراهقه او فصام كامل الذهان او غيره، او بيتعرض المفروض ان هو يتعالج او يروح لمستشفى او يشوف طبيب نفسي معين في الامور الكبرى، او يشوف هلاوي سمعيه او بصريه وغيره، ممكن من الجهل وكذا يعني بعضهم يقول، وده ممكن يحصل لعلاج يعني برضه، يقول لك ده عنده مس. المس صحيح مفيش مشاكل، بس في مس وفيها الوسم، يعني في واحد ممكن يكون عنده مس تقرأ القران او ترقيه او كذا يبقى كويس مثلا المفروض، وما اعرفش النسبه دي صحتها كام في الميه، وفي المقابل هلاقي 90% محتاج لطبيب نفسي. هل الداعية أو رجل الدين في الكنيسة أو الداعية عنده وعي إن هو بيوصل للمجتمع اللي هو بيقابلهم كل يوم جمعة وتأثيره عليهم في المساجد كل يوم في الصلوات أو في دروس الدين أو في غيره، عنده وعي بطبيعة المرض النفسي وأنواعه ويقدر يقول للناس يا جماعة أصل فلان ابن الحاج فلان الله يرحمه ويحسن إليه صلينا عليه أصله كان عنده فصام أو عنده كذا، ولا هتظل الناس تنظر الى هذا الشخص اللي هو كان مريض بوصفه موصوم بكونه منتحر وانه هيموت يوم يبعث يوم القيامه وهو يفعل انه اهلك نفسه؟ هنا في مشكله، التفريق بين المرض النفسي وبين الكذا، بالاضافه الى دور يجب ان نلعبه جميعا
في الوقوف أمام الإحباط والتوتر والقلق اللي بيصيبنا كلنا بسبب ضغوط الحياة وغيرها، بسبب الإرهاق، لأن النفوس النفس البشرية تماما كبصمة الإصبع وبصمة العين غير متكررة أبدا. في عند حضرتك ثلاث أولاد في البيت أو ولدين وبنتين، هتلاقي ولد بيتحمل الضغوط النفسية والآخر لا يتحمل. انت بتشوفه اول ما تزعله كده يروح جاي معيط، اول ما توصله يروح جاي متاثر كذا، واحد تاني معلش يعني زي بيقولوا كده في عندنا في العاميه جلده تخين شويه، لازم تقعد تزعق وتعمل عشان يذاكر عشان يسوي كذا. يبقى لازم مراعاه الاحباط والتوتر والقلق ومحاوله اماطه الاذى عن طريق الناس في هذه الاشياء. لما الاقي واحد في كرب اقول له معلش انا معاك، اتصل بيه اسال عليه اشوفه. يبقى زميلي في العمل مثلا بيمر باحباط معين، الترقيه فاتته كذا، اتصل بيه. جبر الخواطر، ما هو ده، ما هو الدين بيقول لنا كده. يبقى لازم القضاء على الاحباط والتوتر او محاوله علاج الاحباط والتوتر والقلق والرهاب قبل تحولهم من مجرد يعني بذور الى نباتات عملاقه. ان واحد هيصاب في الاول عنده شويه توتر فجاه يقلب عنده مرض نفسي. انا دوري ايه بقى كمسلم او حتى كانسان عادي مع جاري مع زميلي في العمل مع غيري مع غيري مع غيري؟ في القضاء على الظواهر وقضاء حوائج الناس والوقوف بجانبهم. عارفين الضائقة المالية الناس بتمر بيها، وضع اقتصادي مثلا كذا لعشرات السنين، او وضع او قلة دخل او غيره، نواجه ده يعني نتكافل، لان ده هيقضي كمان على العوامل المؤدية الى اهلاك النفس. بنشوف الراجل اللي انتحر عشان مش قادر يصرف او مش قادر يجوز بنته، ضعف ايمان دون شك، ولكن لا نبرئ احدا من المحيطين به او احدا منا في انه لم يقف مع هذا الشخص في هذه الضائقه لوجه الله بدون اي مصلحه، ومش مضطر يروح البنك عشان يندين عشان يدفع كذا في المية او يتبقى عليه، بدل ما هو بيستلف 20,000 يسدهم 35. طب ما هو طبيعي ان هو فجأة فقد ايمانه وفقد كذا، لكني ايضا فقدت جزءا من ايماني وانا اقصر في حق الوقوف بجانبه او في حق هذا الجار او هذا الصديق او هذا الاخ او غيره. عشان كده اساتذتنا في الازهر وبعض في الفترة الاخيرة قال لك تجوز الزكاة على الاخ إن كان غير قادر. يا أخي ادفع زكاتك في جنبك، اعمل اوقف جنب أخوك. التأكيد على ده في الخطاب في الخطب الجمعة وفي الدروس الدينية في تحويل الدين إلى ممارسات تقضي على الاكتئاب والتوتر والقلق، وتفتح للناس أن أرض الله واسعة وأن ربنا فضله كبير وأن كذا. التأكيد على ده مهم جدا في علاج هذه الحالات. بعد ما كنا على هذه الثلاثة نقاط أرجو يعني فقط أن أنا حاولت أنزل بالموضوع من طبعا الـ 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 الأبراج العلمية العالية والتي أسسها أستاذنا وشهدها أستاذنا الدكتور عبد الله النجار في كلامها كلها إلى أرض الواقع. عارف أن المسافة كبيرة جدا يا أستاذنا، بعتذر يعني أن الواقع هنا بس إيه في شوية مشاكل أنا شايفها بحكم أن أنا الأصغر سنا ومقاما يعني فبشوفها. فعايزين نحول كلامنا ليه أن احنا نعالج الحاجات دي. وطبعا هشكر مره تانية التحمل اساتذتي واستضافتي في هذا المكان العظيم برجاله وبشيوخه وباسمائه، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشكر فضيله الاستاذ الدكتور شوكت المصري على هذه اللفتات السريعه عن موضوع الندوة. وفي الأخير نتوجه بخالص التحية والتقدير. طيب الأستاذ الدكتور عبد الله له تعليق فليتفضل مشكور. والدكتور شوكت يعني أثار نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالمرض النفسي وعلاجه إزاي. هو المرض الانتحار قضية شخصية بتمس الشخص، ولذلك الشرع لما تعامل مع القضية دي هو ركز عليه. يعني الأحاديث اللي جاية في خطورة الانتحار وإن المنتحر بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة دي، كل ده لتحقيق الردع للشخص في ذاته، خدت بالك. هو ولذلك العقاب هنا ما ليه أنا ما كبشر أو كمجتمع ما يعني ليه ربنا جعل العلاقة بينه وبين المنتحر؟ لأن أنا كبشر بحكم قوانيني وبحكم نظمي وبحكم الشرع أيضا، إنك أنت
هو موت نفسه فملوش عقاب عندي أنا، لا في قوانين الدين ولا في قوانين الأرض. ولذلك الدائرة كلها خاصة بكل الخطاب الشرعي متوجه يقول له خلي بالك أنت لو عملت كذا هتغضب ربنا، أنت هتغتصب حق ربنا في نفسك، أنت كذا، أنت ربنا حرم عليك الجنة، أنت، عشان يكفه عن هذا الأمر. لكن افرض أنه انتحر، خدت بالك، أنا ماليش دخل، يبقى أمره لله عز وجل. دي ناحية. الناحية الثانية أنه المسألة أنا برضو كثيرا ما، وأنا قلت الكلام ده يمكن استغربوه، إن أنا أتصور إن الشخص اللي يفقد معنى الحياة وإنه يحس إن الحياة دي بقت ميت، ده حب الحياة ده أمر فطري. أنا أرى الشخص بيبقى عنده 100 سنة أو 90 سنة ويمر في شارع من الشوارع ويلاقي عربية بتدي كلاكسة بلاقيه يقفز. إيه القوة دي جات له منين؟ جو القوة اللي خلته ده حب الحياة. حب الحياة بيخلينا قاعدين في بيوتنا وخايفين من كورونا، حب الحياة بيخلينا نجبن عن التصرفات اللي ممكن تعرضنا للخطر، حب الحياة بيخلينا يعني حب الحياة ده أمر فطري. فكون إن واحد يضحي بالأمور، هل ده إنسان عاقل؟ وهو لحظة ارتكاب الفعل هل يكون مكلف أمام الله عز وجل؟ الله أعلم بحاله. ولذلك المسألة كلها بتدور حوالين الشخص. أنا دوري إيه في العلاج؟ ان انا ابين قيمه الحياه، ان انا ابين جسامه هذا الفعل، ان انا اهيئ المناخ الاجتماعي. ولذلك انا قلت ان العلاج الـ هنا لابد ان يكون نفسي، ولابد ان يكون اسري، ولابد ان يكون اجتماعي، ولابد ان يكون ديني. لازم يبقى المجتمع كله يتكاتف بحيث ان هو لو وجد واحد منطوي على نفسه انه ضاقت به سبل الحياه وان اصبح الحياه والموت عنده سيان، يبقى انا واجب عليا ان انا اتدخل انقذه. القضيه يعني فيها يعني في اشياء، مش قضيه عاديه، هي قضيه غير عاديه، لان حتى من يقبل على الانتحار عدد مش قليل، مش ما يعني ليس قاعده، لان حب الحياه هو الاصل. ولذلك شركات التامين بتامن على الانتحار، خدت بالك ليه بيامنوا على الانتحار؟ بيامنوا بطريقه ذكيه، يامنوا على الانتحار يقول لك بس ما مش هتاخد مبلغ التامين الا اذا انتحرت بعد سنتين، يعني لابد ان تمر فتره سنتين، في سنتين هو هيدفع الاقساط. الامر الثاني انه بعد سنتين، يعني هو الان مقبل على الانتحار وامن، هو قال له هديك سنتين، اذا انتحرت قبل سنتين مش هتاخد حاجه، لو انتحرت بعد سنتين يبقى لك حق في البداية. طبعا بعد سنتين ربما تكون الظروف اتغيرت، اللي كان بيحبها ومش عارف هيموت عشانها نساها، المشكله اللي كان عايش فيها انتهت. فيعني ولذلك بيأتي دراسة الموقف من هذه المسألة، حب الحياة هو الأصل. فإذا واحد ما حبش الحياة ده بيبقى لا، يبقى مش طبيعي يعني. والمشكلة لا تمثل يعني خطورة اجتماعية وإنسانية تستحق، هي طبعا الإنسان قيمة، والحياة بالنسبة للفرد الواحد حياة للناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن يبقى الأمر برضو إذا وقع يبقى المسؤولية بين الشخص وبين الله عز وجل. كون إن هو مكلف ولا مش مكلف، كون إن هو مخطئ أو مش مخطئ، ذلك أمره إلى الله عز وجل. شكرا يا أستاذ. بارك الله فيك دكتور، أرجو أن أكون الإجابة يعني شافية دكتور شوكت. وهو يمكن في جزئية برضو في هذا الأمر، إن إحنا بنتكلم على المنتحر وإنه كافر لا يرى يعني لا يشم رائحة الجنة، وكل ما جاء في التنفير من هذا الفعل البشع لنحصن الإنسان، لنحصن الإنسان ضد هذا الجرم. أما وقد وقع فلا يحق لإنسان أن يحكم عليه لا بكفر ولا بعدم دخول الجنة، أمره إلى الله. ليه؟ عشان موضوع الأزمة النفسية اللي كان فيها دي، مين اللي علمها؟ الله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز أن احنا على واحد معين بعينه نقول ده كافر أو خارج من رحمة الله أو كذا أو كذا. يعني نتوجه بخالص التحية والتقدير والشكر إلى الأستاذ دكتور عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وأستاذ الفقه المقارن أيضا، وفضيلة أستاذ الدكتور شوكة المصري أستاذ مساعد النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون. والشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايتها الكريمة لهذه الندوات، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.